هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على فيك اكس تي. اليوم يا جماعة راح اروح اشتري البيت الجديد باللعبة اللي هو بيت الروبوت. صراحة كثير متحمسة اني اروح اشوفه لانه ما شفته قبل هيك، يعني بس شفت صورة من الايميل وشفته من هون، يعني من هذا تبع الموقع، اما ما دخلته. فمتحمسة اني اشوف اذا دخلته عن جد راح يعطي روحني على المدينة، يعني الروبوت راح يفتح او المدرسة حتفتح. اوكي جماعة، هلا راح اشتري. سعره 800 مجوهرة، فيه الاماكن زي ما كنتوا شايفين، فيه البحر، خريطة، يعني مدينة بيكي اكس دي بس اول اصدار اللي هي سنة 2019. فمتى ما كنتوا شايفين يا جماعة، صراحة كتير متحمسة اشوفه. فهلا بدي اشتري. اوكي اشتريته. ورق جدران جديد، الوان للجدران. اوكي البيت، بس هذا اللي اعطوني اياه. يي حماس يا جماعة، ضمع 1654 مجوهرة. اوكي وينه؟ اي كتير متحمسة. اوكي يا جماعة هلا دخلته بدي اشوف. واو شفت، انا 2019 اول ما طلع الاصدار مو على طول دخلت على بيكي اكس دي. شوفوا يا جماعة كل شيء حرفيا بيكي اكس دي، بس يعني كيف احكيكم مصغرة. بس شوف ما طلعت منه، ما فينا ندخل هون كمان. لا طلعني من البيت. ثواني، فكرت انا البيت اول ما ندخل عليه بيعطينا شو اسمه، يعني بنفوت على بنفوت عادي ونلعب فينا نلعب، بس طلع عكس هيك. جماعة شوف شخصيتي كتير كبيرة مقارنة بالاشياء اللي حاطينها اللعبة، كتير كتير شكلي، يعني حتى هدول اللي بحطوهم ما فيني اركب عليهم او اسوي حركات هيك. اذا بدكم تجوا للصراحة اني انصحكم انكم تشتروا البيت او لا، فجماعة انا بنصحكم يعني انكم ما تشتروا. بالنهاية كل واحد له رأيه، بس حسيت اني اشتريته على الفاضي لانه كنت اصلا مفكرة، يعني كنت مفكرة انه بيكي اكس راح اقدر ادخل المدرسة مثلا او هاي، بس انه حلو انه بيوريكم او بيرجعكم الذكريات تبع التحديث الماضي، بس انه كبيت وكهيك فما انصح فيه كتير الصراحة. اذا بدي اقارنه مع البيت تبع الادمن اللي هو بيشبه هيك جزيرة مثل هيك، فبيت الادمن بفوز عشان الادمن جزيرة كاملة حرفيا وما فيها اشي، فيكم تحطوا فيها شو ما بدكم. بس اما جزيرة الروبوت نوعا ما، يعني اذا بدي اعطيها من 10 فراح اقيمها تقريبا 6 من 10. يعني بدي بس اشوف شو فيني احط مثلا اغراض هون. بيحكوا انه فيني، يا ترى فيني الون؟ ثواني، ما في تلوين يمكن الون هون صح؟ ما في، يب ما في جماعة، ما فيني الون شي هون. فيني بس اضيف مثلا، فينا نسوي باركور هون، هذا المدينة فينا نسوي فيها باركور او مثل هيك. بس يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، اتمنى انه عجبكم، وبس اشوفكم مقطع جديد. سلام.